السلام عليكم. أعلن المركز الدولي للدراسات الرياضية بداية هذا العام عن لائحة أغلى 100 لاعب كرة قدم في العالم من ناحية القيمة السوقية، حيث يتم تقدير قيمة اللاعب بناء على عدة عوامل. فإلى جانب الأداء على الميدان، هناك عوامل أخرى مهمة أبرزها عمر اللاعب وقيمة انتقاله الأخير، إضافة إلى عامل مهم وهو قيمة صورته الإشهارية. وقد اقتحم هذه القائمة لاعبان عربيان فقط، هما الجزائري رياض محرز الذي حل في المركز 17 ب78 مليون يورو، والمصري محمد صلاح في المركز 35 ب64 مليون يورو. وفيما يلي قائمة بأغلى 10 لاعبين في العالم في الوقت الحالي: إيدن هازارد. انخفضت قيمة نجم تشيلسي بعد تراجع أدائه الموسم الماضي قبل أن يتحسن هذا الموسم. الدولي البلجيكي البالغ من العمر 26 عام بلغت قيمته السوقية 101 مليون يورو، وينتهي عقده مع تشيلسي عام 2020. ديلي ألي. الدولي الإنجليزي البالغ 20 عام أصبح أغلى لاعب شاب في العالم بعد وصول قيمته السوقية إلى 110 مليون يورو. نجم توتنهام وقع عقدا جديدا مع النادي اللندني يمتد إلى 2022. باولو ديبالا. الأرجنتيني دخل لائحة أغلى 10 لاعبين في العالم لأول مرة، حيث أن قيمته السوقية أصبحت 113 مليون يورو مع مطلع 2017. اللاعب يبلغ 23 عام ويستمر عقده مع يوفنتوس حتى عام 2020. كريستيانو رونالدو. تراجعت القيمة السوقية لنجم ريال مدريد صاحب 32 عام، لكن برغم ذلك يبقى أغلى لاعب فوق 30 عام ب 126 مليون يورو، ويمتد عقده حتى 2021. هاري كين. ارتفعت قيمة هداف توتنهام السوقية صاحب 23 عام، وذلك بعد توقيعه على عقد طويل الأمد مع ناديه يمتد حتى عام 2022 لتصل إلى 139 مليون يورو كأغلى لاعب إنجليزي حالياً. لويس سواريز. هداف برشلونة حافظ على قيمته السوقية ب 145 مليون يورو بعد تألقه بداية هذا الموسم وكذلك الموسم الماضي بتتويجه هدافاً للدوري الإسباني. اللاعب بلغ 30 عام ويرتبط مع برشلونة بعقد ينتهي صيف 2021. أنطوان غريزمان. ارتفعت قيمة هداف أتلتيكو مدريد السوقية لتصبح 150 مليون يورو بعد أدائه المميز خلال سنة 2016 واختياره كأفضل لاعب في كأس أمم أوروبا وثاني أفضل لاعب في أوروبا. صاحب 26 عام ينتهي عقده مع الأتلتيكو عام 2021. بول بوغبا. قفز النجم الفرنسي بول بوغبا إلى المركز الثالث على اللائحة بفضل صفقة انتقاله القياسية الصيف الماضي من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد. اللاعب البالغ من العمر 24 عام أصبحت قيمته السوقية 155 مليون يورو بداية 2017 ويمتد عقده مع اليونايتد حتى 2021. ليونيل ميسي. فقد نجم برشلونة المركز الأول وتراجع للثاني في اللائحة لأول مرة منذ سنوات. النجم الأرجنتيني صاحب 29 عام توقفت قيمته عند 170 مليون يورو وينتهي عقده مع برشلونة صيف 2018. نيمار دا سيلفا. تصدر نجم برشلونة نيمار دا سيلفا اللائحة بقيمة 246 مليون يورو. اللاعب بلغ 25 عام ويرتبط مع برشلونة بعقد يمتد إلى غاية صيف 2021. بعد المشاهدة لا تنسوا تشجيعنا بالإعجاب والتعليق ومشاركة الفيديو مع أصدقائكم، ولكي يصلكم كل جديد اشتركوا الآن.